متابعين معكم مشاهدينا لقاءاتنا بيوم جديد من خلال سكايب أكيد، التعاطي عن بعد، وهلأ رح نحكي عن التعلم عن بعد كمان مع دكتور ميلاد السبعلي، خبير التعلم عن بعد وتطوير المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء. صباح الخير دكتور. صباح النور، كيف الصحة؟ كل شيء صار عن بعد يا دكتور، للأسف صار نعم ما هيك البعد كان جافة، صار البعد ضروري هلا بهيدي المرحلة. بدك تغيري هذا المثل. مضبوط، كثير قصص ومفاهيم عم تتغير. على كل حال دكتور، تحديدا التعلم عن بعد يلي هلا شهدناه بهيك بفورته عنا بلبنان، ليش لهلا لحتى نحن استدركنا او دركنا الموضوع؟ مش هو بالعالم موجود من قبل ونحن كنا بندعي انه نحن بلد متحضر، بالبلدان المتحضره مش موجوده هال يعني. طبعا طبعا، هلا مفهوم نعم. التعلم عن بعد موجود من زمان تاريخيا يعني، ولكن التعلم عن بعد من خلال الانترنت نعم. صار له حوالي 20 سنه موجود. 20 سنه يعني فتره كثير كبيره. طبعا طبعا، حتى نحن يعني حاولنا من حوالي 20 سنه انه يكون لبنان رائد بهذا المجال، وجينا اقترحنا عليهم للحكومات وقتها بال 2001 انه نعمل جامعه الكترونيه افتراضيه بلبنان، نعم. ولكن ما كان يعني ما كانوا بهالعالم، يعني ما كانوا بهالجو. ووقتها طلعنا عملنا الجامعه الافتراضيه السوريه اللي افتتحت رسميا سنه 2002، يلي اليوم فيها 40,000 طالب بيدرسوا اونلاين. وهي جامعه، اول جامعه عربيه معترف فيها بتدرس من خلال الانترنت 100%. ولكن برغم ذلك حاولنا على مدى 15 او 20 سنه ماضيه، وكان طبعا وزاره التربيه الله يعينهم عندهم دائما، بتعرفي لبنان كان عم يمرق دائما من ازمه لازمه. كان عم والوزاره يمرق كان دكتور ولا عم يمرق؟ كان يعني وبعده اي ما هيك. كان نعم. وبعده، والوزاره دائما عندها يعني مشاكلها وضغوطاتها والاساتذه وسلسله الرتب والى اخره. ولكن حتى ب 2011 12 وطالع لما بلشت ازمه النازحين السوريين كمان صار في ضغط اضافي. جينا نحن بال 2013 و14 اقترحنا انه ينعمل تعليم افتراضي على مدى على مستوى المدارس، يعني يعملوا مدرسه افتراضيه لبنانيه. كمان ما كان شوي مهيئ الوضع، ولكن بايام الوزير مصعب اقروا انه يمشوا بموضوع تطوير المناهج التفاعليه الالكترونيه. طبعا اخذ 5 سنين الموضوع لحد هلا، حتى اجى التمويل من البنك الدولي وبرم برمته مثل ما لازم والى اخره. وهلا بالمركز التربوي قبل الكورونا كنا اطلقنا ب9 كانون الثاني موضوع تطوير المناهج الجديده، اللي هي مسار بتاخذ تقريبا شي سنتين ثلاثه، ومن ضمن تطوير المناهج الجديده كان تطوير المناهج الرقميه التفاعليه، يلي هي اساس حتى تقدري تعملي تعلم عن بعد حقيقي. نعم. لأنه التعلم عن بعد هو مش فقط أنه نطلع سكايب مثل ما طالع أنا وياكي أو خلال أي سوفتوير بيأمن أنه الأستاذ يطلع يدرس طلابه لايف، خاصة بوجود إنترنت تعيسة وممكن صح. يصير فيها عارفة تقطيش وإلى آخره. فالتعلم عن بعد فيه 3 عناصر أساسية، واحد منهم بسموه لايف، تعلم متزامن من خلال صف افتراضي. هيدا ما مفروض ياخذ أكثر من 20% تقريبا من عملية التعلم. وفي تعلم غير متزامن بسموه، من خلال انه يكون عندك المناهج بدل ما تكون كتب ورقيه او حتى PDF تكون مشروحه بطريقه، لانه اليوم الاستاذ لما يدخل على المدرسه عاده بالتعليم العادي بيقعد يشرح كل 3/4 الوقت، وبركي 10% من الوقت بيعمل شويه حوارات ونقاشات والى اخره. بالتعلم الالكتروني هذا مش لازم يصير، يعني انا مش لازم اطلع اشرح من خلال صف افتراضي، بوقت بقدر انا جيب احسن اساتذه يشرحوا ماده معينه واستخدم المالتي ميديا والفيديو والانيميشن والتفاعل والى اخره، حتى احولها لمنهج الكتروني تفاعلي بيقدر يشوفه الطالب باي وقت. ساعتها ببطل بده انه هلا مقطوع الكهرباء وهلا ما في وفصلت كهرباء، انا بكونوا موجودين كل الوقت، بس بده هو يطلع عليهم يعني بالوقت يلي بيناسبه. حتى الاستاذ والطلاب بيقدروا يتفاعلوا مع بعضهم من خلال ابلكيشنز بسموه نظام اداره التعلم او ليرنينج مانجمنت سيستم، او انظمه مثل جوجل كلاس روم وغيرها، بدون ما يكونوا لايف مع بعضهم مع فيديو وانيميشن مع فيديو وصوت بنفس الوقت. اذا 3 عناصر هدول اللي هن التعليم غير متزامن والمحتوى الالكتروني والتعلم اللايف هن يلي
بشكله عناصر أساسية للتعلم عن بعد الناجح. نحن بلبنان للأسف هلأ اضطرينا أنه ندخل كل الطلاب، أو يعني صاروا كل الطلاب بالمنازل، فصار عندك ضغط هائل أنه عندك فوق 1,200,000 طالب و 70-80,000 أستاذ، ما فيك مش مجهزة لا البنية التحتية ولا عندك محتوى إلكتروني تفاعلي ولا مدربين ولا أساتذة ولا نفسيا. مزبوط، طلاب ولا قابلين نفسيا على للطلاب. مزبوط دكتور، في بعض المدارس اعتمدت كمان هيدا الموضوع، يعني كان في مزج بين التعلم عن بعد، عن يعني الطالب ساعة اللي بده هو بيشوف الشرح، نعم. هلا وكمان التطور اللي التفاعل صار، بالصف، بس مش بكل التطور المدارس طبعا. يعني نعم التطور اللي صار بالعالم آخر فترة، آخر 10 سنين خلينا نقول، غير انه التعلم الافتراضي انه صار في كثير محلات بيعلموا 100% اونلاين، ولكن صار المدارس العاديه بتقدر تستخدم تكنولوجيا لحد 20 30 50% اواد، لا مو هيدا بلندد مزبوط. ليرنينج او التعلم المدمج يلي طبقته عدد من المدارس اللبنانيه الخاصه وعدد من المدارس الرسميه. حتى في عندنا ثانويات مثل ثانويه دهور شوير وبيسور وغيرها كانوا يستخدموا التكنولوجيا، ولكن نحن الكورونا حطت كل الناس، يعني الطبيعي بأي دولة بالعالم أنه يصير هذا الموضوع تدريجي بعدد صغير بالمدارس الرائدة بالأول، وشوي شوي يتطور ويتجرب ويشوف شو المشاكل. بس هون يعني نحن لأنه ما كنا رايحين على مدى واسع بهالتجربة هيدي، اضطرينا أنه نفوت بما هو متوفر. لذلك بدأت الوزارة، وزارة التربية، بانه امنت مشكوره صف افتراضي من خلال مايكروسوفت تيمز، ودربت قد ما بتقدر من اساتذه التعليم الثانوي الرسمي. ونحن بالمركز التربوي اطلقنا مؤخرا منصه لنتكامل لحتى نامن هالثلاث انواع من التعلم عن بعد. عملنا جبنا منهج عالمي، عملنا له مابينج او تشبيك مع المنهج اللبناني، وعملنا يعني وفرنا لكل الاساتذه والطلاب بلبنان كل التولز والادوات والمنصات اللي هن بحاجه لها، حتى يبطلوا يقولوا انه والله هالمدرسه معها مصاري قدرت تجيب منصه وغيرها ما قدرت. هلا صار اي مدرسه او اي طالب او استاذ بالمدارس الرسميه او الخاصه بيقدروا يستخدموا التكنولوجي، باقي انه ندرب الاساتذه وشوي شوي نبلش نعتمد هالنوع من التعليم. هلا يعني الكورونا كان لها دور، نعم، بس دكتور والمرحله تحديدا المرحلة القادمة شكلها يعني مطولة شوي. وهون أنا بحب أعطي مثل دولة الإمارات، أعلنوا من كم يوم على 3 سيناريوهات بالنسبة للسنة الجديدة. هن هيدي السنة عملوها كلها أونلاين، مش مثل عنا. نحن اعتمدنا لأنه ما كنا مجهزين، إلا التعلم عن بعد هو بس لنخلي الناس بالجو، ولكن هنيك كانوا مجهزين، عملوا كفوا السنة كلها تعلم عن بعد، وقالوا للسنة الجديدة إذا ظلت الكورونا بنكفي السنة كلها تعلم عن بعد 100%، إذا خلصت الكورونا بنرجع الناس على مدى 6 أشهر بمرحلة انتقالية بيرجعوا تدريجيا إلى المدارس بنسبة 30-50%، وما بعد الكورونا بس تخلص رح نخلي تقريبا 30% أونلاين و70% فيس تو فيس، اللي هو اللي ذكرتيه حضرتك البلندد ليرنينج أو تعلم مدمج. نعم. هيدا على المستوى المدرسي، ولكن على المستوى الجامعي موضوع آخر. أولا المستوى الجامعي كمان بلش قبل المستوى المدرسي، لأنه أول شيء الطلاب أعمارهم أكبر، بالتالي بيقدروا يعملوا تعلم ذاتي ويديروا وقتهم وإلى آخره. مثل ما خبرتك حتى بالعالم العربي نحن من 2002 أطلقنا أول جامعة افتراضية بالعالم العربي، ويلي هي 100% أونلاين وجامعة حكومية وشهاداتها معترف فيها 100%. وطبعا من وقتها لهلا عملنا شيء 20 مشروع تعلم الكتروني بالتعاون مع وزارات التربيه ومع عدد كبير من الجامعات بالمنطقه. التعلم عن بعد بالجامعات ما بقى فينا نحن نكفي بهي الطريقه، اولا مش لانه اجت الكورونا، الكورونا اجت حطت ناس ببيوتها واضطروا الناس. عندنا بلبنان كانوا قبل يعني في عدد من الاكاديميين التقليديين ما كثير هاضمين القصه هيدي، ولكن الكورونا اسقطت قسم كبير من بس بعدهم دكتور، عفوا، بعدهم لهلا كتار من الاكاديميين او غير الاكاديميين او حتى الاهل كمان مش كتير هاضمين هيدي الفكره.
يعني التعلم عن بعد بالنسبة، بس عفوا خليني اتابع السؤال، بالنسبة للأعمار الصغيرة تحديدا دكتور، الأهل عم بيعانوا مع أولادهم، أول شيء بالصف يمكن الولد بيكون مضبوط أكثر في وهرة الأستاذ، من خلال التعلم على البعد والإنترنت هيدي القصة راحت، يعني الولد بيكون عم بيدرس هو عم بكذر بالبيت، هو ماسك أو الآيباد أو ماسك التليفون أوقات وعم بيبرم، ما في هيدا الانضباط، الأهل إن كان الأم أو البي بدهم يرجعوا يعيدوا التدريس من أول وجديد، يعني ما كنا محضرين أكيد، ونحن وضع استثنائي للأعمار الكبيرة هالشي يعني مقبول أكثر، خلينا نقول لا يمكن يعني مزبوط، كيف بدنا نتعامل مع هيدا الموضوع؟ الأهل إيه؟ لهم دور أساسي كأنه هن عم بيصيروا معلم بقلب البيت. صح صح، وهيدا يعني عم بحضر إضافة غير الضغوط اللي بتعرفيها النفسية والمادية اللي عم يمرقوا فيها الأهل. صح، شو يعني كيف نحن بدنا نشوف الناحية الإيجابية تحديدا بهذا الموضوع، ولا الأهل يلي عندهم أولاد صغار وهلا مطلوب انه يمكن بعدين نعمل يعني فحوصات بالمدرسة حسب إذا بتسمح يعني بيسمح الوضع أو لا؟ خليني أقول لك المدارس الافتراضية بالعالم كيف تشتغل، أولا نحن لا ندعو المدارس لها دور اساسي والمعلم له دور كثير كبير، لا شك انه الاهل بيقدروا يساعدوا، بس بالكورونا تحول الاهل هو المعلم، خاصه للصفوف الصغيره وخاصه بغياب مثل ما قلت لك الاونلاين ماتيريال، المحتوى الالكتروني التفاعلي اللي بيشرح حاله بحاله، بيفسح مجال للطلاب انه يتفاعلوا هن، يعني ياخذوا اونلاين اكزرسايزز والى اخره، هي كلها ما كانت موجوده، صار بيبعثوا لهم شو بدهم يعملوا للاهل، والاهل عم بيقوموا بدور المدرس بقلب البيت، وهذا عم بحط عليهم ضغوطات اضافيه، وقد يكونوا منهم مؤهلين، يعني الاهل منهم كلهم اختصاصهم تدريسي يعني. اكيد حتى لو كانوا يعني يمكن ناسين الماتيرات يلي طبعا ايه. هلا منيح انه رجعت ذكرتهم كونهم قاعدين بالبيت معظمهم، بس انه بس النقطه الاساس انه بالعالم لما تعملي تعلم افتراضي بيكون في، يعني بامريكا بتعرفي في ترند اسمه هوم سكولينج، في اهل ما بيبعتوا اولادهم على المدارس، هن بيدرسوهم بالبيت، اذا خيار بيكون مش مفروض على كل العالم، بيكونوا الاهل محضرين حالهم نفسيا وجايبين انترنت كونكشن وعندهم كل التجهيزات المطلوبه، والمدرسه موفرت لهم اشتراكات باهم مكتبات الكترونيه بالعالم والى اخره، وبتعطيهم يوم بيوم بالتفصيل شو لازم يعمل الطالب. دكتور نحن رح نتابع مع حضرتك، بس هلا رح نروح لموجز اخبار الساعه 10 وبنرجع لكم مشاهدينا. مرسي لك باميلا، بنرجع لكم المشاهدين، بنرجع لك دكتور ميلاد السبع لخبير التعلم عن بعد وتطوير المناهج بالمركز التربوي للبحوث والانماء، كنا عم نحكي طبعا عن التعلم عن بعد بالاعمار الصغيره الاعمار الكبيره بالجامعات، كيف كمان تحضروا له كتار من الدول والبلدان، نحن شوي مأخرين بهيدا الموضوع والمجال. دكتور نعم، هلا كثير بيسالوا بموضوع التعلم عن بعد والاهل تحديدا يعني، والاساتذه اكيد يعطيهم الف عافيه اللي هلا طوروا حالهم وتعلموا كمان، يعني عملوا مجهود كثير كبير بهيدا المجال، هون الاقساط دكتور قد ايه رح بتكون مدروسه؟ كنا عم نحكي عن مدارس او حتى اذا عم نحكي عن الجامعات كمان بلبنان والتعلم عن بعد فيها. طبعا بيختلف من بلد للتاني، بشكل عام الكلفة أقل مفترض، بالتالي لازم تكون الأقساط أقل. وطبعا هلا في جامعات عالمية كبيرة مثل MIT وهارفرد وهدول، يعني أصلا أقساطهم كثير عالية وأقساط الأونلاين كمان عالية، ولكن نحن هون إذا بدنا نقدم أونلاين بروجرامز من الجامعات أو حتى المدارس الخاصة لازم يكون الأقساط أقل. ولكن بنفس الوقت الريتش اكبر، يعني بتقدر توصل لعدد اوسع، خاصه الجامعات اللبنانيه في عندها ميزه برايي انا، انه اولا في عدد كثير كبير من الشباب اللبنانيين تخرجوا من الجامعات وسافروا على دول مثل الخليج او افريقيا او غير محلات، وهن بحاجه انه يتابعوا تعليمهم وما عندهم خيارات، يعني خياراتهم محدوده بالدول اللي هن فيها، اذا الجامعات اللبنانيه بيكون عندها اونلاين بروجرامز هيدا يعني اول شيء عندهم عدد كثير كبير من الطلاب يلي بالالاف يعني او يمكن عشرات الالاف، لانه الحمد لله اخر مش الحمد لله سخريه القدر انه اخر 20 سنه بركي هاجر شي مليون شاب لبناني متخرج من الجامعات، فاولا هيدا سوق كثير كبير. اثنين، من زمان احنا كنا نقول بدنا نعمل لبنان جامعه العرب،
اليوم في كتير مجالات التعليم اللبناني له قيمته، له سمعته الجيده بالعالم العربي وبكثير من الدول الافريقيه وبالعالم الاسلامي والى اخره، فبنقدر نحن ننافس بشكل كثير كبير. يعني الجامعات اللبنانيه اذا عرفت كيف تعمل برامجها بشكل اونلاين، هيدا مدخول كثير كبير لها وللبلد، بنفس الوقت بيخلق فرص عمل كثير كبيره، والاساتذه يلي بيخافوا انه ينضرب شغلهم، بالعكس التعلم الالكتروني، التعلم عن بعد بيخلق فرص عمل اكبر لهم، وبيخلق امكانيه انتشار وحضور اكثر للجامعات اللبنانيه على مستوى عربي واقليمي وحتى عالمي. فهيدا موضوع طبعا يلي مسكر على هذا الموضوع هو التشريع، وهون انا يعني بوجه تحيه لضيفك اللي كان معك قبل شوي النائب ادغار طرابلسي، يلي هو من سنه قدم مشروع بمجلس النواب لتشريع مشروع قانون لتشريع التعلم عن بعد، وهلا عم بيرجع يتابع الموضوع وان شاء الله يقر قريبا، لانه هي مساله كثير استراتيجيه، اولا تفسح مجال التطور امام الجامعات اللبنانيه، وثانيا تفسح مجال التنافس، لانه اليوم مثل ما بتعرفي اي طالب لبناني بيقدر يسجل باي جامعه عالميه وياخذ شهاده اونلاين، حتى لو وزاره التربيه مش معترفه، ولكن القطاع الخاص بيعترف. انا اذا ابني متخرج من ام اي تي عنده ماسترز من ام اي تي او عنده اونلاين وعنده ماسترز عاديه من جامعه لبنانيه عاديه او يعني بتعرف في كثير جامعات بلبنان، طبعا في كم جامعه توب هول مع احترامنا لهم، بس بالمعيار العالمي عم بيكونوا رقم 200 300 الى اخره، برضه اذا متخرج من جامعه لبنانيه عاديه فيس تو فيس او من جامعه من ام اي تي او من جامعه توب بامريكا او بريطانيا او فرنسا اونلاين، بفتكر انا القطاع الخاص بفضل الانترناشونال ديجري الشهاده العالميه، لذلك صاروا جامعاتنا امام المنافسه ونحن خانقينهم، ما عم نخليهم يتطوروا، تيقدروا يتطوروا لازم نفتح هذا السقف، بدهم تشريع لهذا المجال يلي مسكروا التشريع. اجمالا في ثلاث شغلات بيمشوا مع بعضهم، التشريع والتكنولوجيا وطرائق التعليم. التكنولوجيا اسرع شيء طبعا، طرائق التعليم تيجي وراها، التشريع يا اما هو بيفتح مجال وبيخلي الناس تتطور وتحلق، يا اما بيخنقهم وبيضلوا مثل ما هن. طب دكتور بهيدا المجال قد ايه ممكن في حال يعني تشرع القانون وان شاء الله يا رب لحتى كمان نحن نكون على السكه التطور التكنولوجي وهيدا المطلوب، يعني هلا مثل ما ذكرت حضرتك، قد ايه ممكن كمان ينفتح مجال لجامعات يمكن تعطي شهادات مش ولا بد، يعني شفنا نحن هيك فقسوا اذا بدك بعض الجامعات عندنا بلبنان، يعني اسم الله عليهم عم بيعطوا هن وبدون اونلاين كمان سمعت بالفضايح اللي صارت قبل، ما هيدا اللي عم بقول لك عنه، يعني قد ايه كمان ممكن كمان ينفتح المجال لهم اكثر. في معايير دوليه للاونلاين بتحط شروط منا مزحه، يعني مثل ما بتقدري، نحن المشكله عندنا مش انه اذا في تشريع هيكلية تبع وزارة التربية، ما عندنا هيئة للاعتمادية، الهيئة الاعتمادية هي هيئة بتضل تزور الجامعات كل 3-4 سنين وبتراقب بشكل دائم تطورها وإدائها وإلى آخره، وبتعطيها إرشادات وبتحط لها شروط تضلها دائما على مستوى معين وما فوق. عندنا بترخص جامعة أو مدرسة وبتتركيها، ما في حدا يعني بدبي مثلا بالمدارس كل سنة كي اتش دي اي بتروح بتزور المدارس تتشوف تطورها من سنه لسنه واذا عم تلتزم بالمعايير وبالشروط وبالتوجيهات والى اخره، هون لا، هون ما في لا للمدارس ولا للجامعات، فهيدي مساله بدون اونلاين نحن بحاجه لجهات اعتماديه تعتمد المعايير الدوليه حتى نرتفع بمستوى تعليم عندنا سواء المدرسه او الجامعه. اثنين، تحصيل حاصل بصير الاونلاين، لانه الجهات الاعتماديه الدوليه مثل بامريكا مثلا، الجهه اللي بتعمل اعتماديه لجامعه معينه بالفيس تو فيس هي ذاتها عندها معايير متخصصه للاونلاين، ما بتقدر اي جامعه تفتح حسابها. هلا اوكي في واحد يقول بيعمل ويب سايت هلا وبلش يعلم ويعطي شهادات، بس هذا ما بيكون الزعبر رح يضل يعني موجود، وواحد هو الزعبر موجود هلا اليوم اذا بدك في مليون بسمون ديجري ميل يعني طواحين شهادات ياما موجودين بالعالم، بس هو ما حدا يعترف فيهم وصاروا معروفين ومكشوفين، ما فيك انت تزعبري يعني بسهوله بهالموضوع، طيب يلي بده يزعبر بزعبر كان اونلاين او فيس تو فيس، ولكن الاونلاين له معايير واضحه ومتشدده ويعني الدرس اونلاين لا يقل اهميه وحتى جديه من الدرس فيس تو فيس، في ناس فكروا انه اذا كنا محضرين له اكيد
نعم جيب دكتور، حدا هون يعلم هون عني قد ايه؟ يخدم عني والى اخره. موضوع يعني هاي مسألة في كثير لها ضوابط. دكتور قد ايه المناهج عندنا بلبنان وتحديدا بالمدرسة يعني بتمنع شوي او بتأجل التعلم عن بعد؟ هيدي الفكرة، يعني المناهج عندنا كثير جامدة، قد ايه ممكن يعني الواحد يتعلم درس تاريخ يلي هلا عم ياخذوه او تربية بشكل انه عن بعد؟ هن اول لكل شيء المواد ولا احنا كيف؟ المناهج بدون عن بعد هي صار لها 23 سنه ما طورناها، وصار وقت انه نطورها. وانت بتعرف انه المركز التربوي اطلق يعني مشروع تطوير المناهج، وهيدا مساله قائمه. والمناهج الحديثه اللي عم نبنيها حتى تكون مبنيه على المعايير العالميه، مبنيه على الكفايات، مبنيه على تهيئه طالب بيعرف يفكر، بيعرف يتعامل مع مشاكل اول مره بشوفها. في احد الخبراء بيقول تحدي التعليم اليوم هو انه نخرج طلاب راح يتعاملوا مع مشاكل غير موجوده بعد، ويحلوها باستخدام تقنيات لم تكتشف بعد. يعني انت ما فيك بقى تعتمدي على التلقين والحفظ وحفاظ من صفحه 17 لصفحه 21 حيجي السؤال منهم، صح. ولا بيجوز انه نحن نحضر بقى طلاب بس حتى ينجحوا بالامتحانات الرسميه، وصاروا تقريبا بكثير من المواد متوقع شو بده يجوا اسئله، اذا اجاك هذا السؤال بتجاوب هيك. هيدي خلصت، هيدي يعني نظام قديم ما بقى يجوز انه يستمر. وبعتقد انا خلال 3 4 سنين لما نخلص من تطوير المناهج حيصير في نقله نوعيه بالتعلم اللبناني. هل ولكن أكبر ده وقت 3 4 سنين؟ طبعا اعاده تطوير المناهج عاده بالدول بيعملوها على مدى 5 ل 10 سنين، بس نحن هون عاملينها بشكل كتير مضغوط ب3 سنين. يعني كومباكت. نعم دكتور، قبل ما يخلص وقتنا كمان هيك إذا بدك النقطة تتوجه. الأساس ايه تفضل. النقطة الأساس أنه حتى بالمناهج الحالية بالتاريخ وبالتربية لو كان عندنا محتوى تفاعل إلكتروني كان سهل. يعني التاريخ بالآخر قصص وفيديوهات وكذا، إذا بتشوفي تاريخ مواد التاريخ بالآي بي ولا بالمواد ولا بالمنهج البريطاني ولا غيره، بلكي 60 70% منها فيديوهات ودوكيومنتريز والى اخره، بتشوق الطالب حلو مش انه مفهوم. بقول له احفظ واقرا والى اخره. صح. دكتور فهيدي نحن عم تنعمل بقلب المدارس. كيف بقى بالتعلم عن بعد؟ اذا كانت موجوده بصير التعلم عن بعد سهل وممتع، اذا مش موجوده بصير يعني على الله يعني. نعم، شو بدك تقول لكل يلي عم بيتابعونا دكتور هلا وعطلانين هم ومش عارفين شو بدهم يعملوا هلا بقصة التعلم عن بعد، وعم تسمع اكيد نق من الطلاب من الاهل ان كان عندهم اولاد صغار الكبار يمكن يلي هن بالجامعات يعني مدركين للوضع اكثر وعم بيعرفوا يتصرفوا؟ طبعا النقطة الأساس أنه لحد هلأ التعلم عن بعد يلي انعمل بلبنان هو لا يعبر عن حقيقة التعلم عن بعد، لأنه انعمل بطريقة سريعة وبما توفر. وإذا كان هن عانوا شوي من هالموضوع لأنه ما كانت جاهزة بعد الأمور. إن شاء الله بالمرحلة الجاية قريبا، يعني نحن بالمنصة المركز التربوي صارت موجودة وهلأ يعني حتصير متوفرة لأكبر عدد من الطلاب خلال الأسابيع القادمة. ما في شك انه اكمال السنه الدراسيه الحاليه لن يتم 100% عبر التعلم عن بعد، لانه اصلا الوزاره والمركز التربوي اطلقوا التعلم عن بعد لابقاء الطلاب بجو الدراسي اكثر ما انه يعملوا تعلم افتراضي كامل. هلا السنه القادمه لا سمح الله اذا ظلت الكورونا كل حادث له حديث، ولكن تعلم عن بعد اذا بيستخدموا الادوات والوسائل الموجوده، واذا نحن كدوله بنامن المستلزمات الأساسية. يعني ما تنسي أنه الإنترنت كان مفترض تكون مجانا لكل الطلاب يلي عم يدرسوا، صح؟ ما صارت، إن شاء الله مظبوط. بتصير. اثنين، يلي عنده موضوع أكثر من ولد كمان وكيف بدهم يلحقوا، تمام. يعني اثنين، في كثير في أهل ما عندهم أجهزة حتى، مية يعني كمان بالمية هيدا موضوع العدالة بالتوزيع صح. والوصول بيعمل مشكل، بيعمل إجحاف، بيعمل شعور يعني بأنه نحن متروكين. هيدي مظبوط. مسألة دولة إذا بدها تروح جديا بهالخيار، هيدي قصص لازم تترتب وما بدها كتير، يعني بقرارين ثلاثة. اليوم في تمويل دولي موجود بيقدر يستخدم جزء منه لتزويد هال كذا ألف عائلة، 100 ألف حتى لو عائلة ما عندهم تجهيزات بيقدروا يتأمنوا بتمويل بسيط. والموضوع الإنترنت بقرار من وزارة الاتصالات، ونحن طبقناها بأكثر من 10 دول قبل وخبرناهم عنها من الأول إنه في شيء اسمه وايت ليستينج،
بصير كل المواقع التعليمية شو ما نزلتي عنها ما بتنحسب على فاتورتك. هيدي مسألة بتسهل، بتشيل الضغط، بضل في انه قد ما نوفر وسائل تعلمية حديثة قد ما نخفف الضغط عن الأهل، وقد ما نعطي يعني إرشادات واضحة شو لازم ينعمل وكيف الطلاب. طالب ما بنخاف عليه، طالب أصلا اليوم الجيل عم بيخلق وعنده يعني موبايل أو آيباد، بس عنده موبايل لحتى يلعب مش حتى يدرس. اكزاكتلي يعني هيدا بنشوف المشكل. يعني عمر سنتين وثلاثة عم بيلعبوا وعقله عم ببلش يتركب، عم بيقولوا هول ديجيتال جنريشن، يعني بيعرف كيف يتعامل مع التكنولوجي. وبيستخدم تكنولوجي بشكل ترانسبيرنت، يعني انت لما تحكي على الموبايل ما بتفكري الموبايل كيف عم بيحول صوتك لديجيتال ويبعته بالهواء والى اخره، بتعرفي انه في شخص ثاني عم تحكي معه. وهيك هيك التعلم مفترض يكون لما يكونوا البنيه التحتيه جاهزه والاهل جاهزين والطلاب محضرين. الطلاب ما بينخاف عليهم، الاهل والاساتذه اللي بدهم شويه شغل برايي انا، وان شاء الله بتمرق هالازمه يا رب. وبتكون الدولة أكثر محضرة بالمرحلة القادمة لإدخال التكنولوجيا بعملية التعلم حتى ضمن التعلم العادي بقلب المدارس. وآخر فكرة بحب أقول لك إياها، إنه احتياطاً للسنة الجاية في حال ضلت الكورونا، المركز التربوي أعلنت رئيس المركز التربوي من يومين بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية إنه المركز التربوي بصدد إطلاق المدرسة اللبنانية الافتراضية، أول مدرسة افتراضية بلبنان، لحتى تكون عم تأمن أو عم تغطي جزء من حاجات المتعلمين، خاصة أنه يتوقع أنه قسم كبير من الأهل ينقلوا أولادهم من المدارس خاصة على المدارس الرسمية يلي هي أصلاً قد لا تكون جاهزة أنه تستقبلهم. لذلك صار في ضرورة أنه واحد يفكر بطرق مبتكرة باستخدام جديد للتكنولوجي مع التحضيرات اللازمة بعتقد. نعم دكتور ميلاد السبع، اللي بدي أتشكر حضورك معنا، حضورك معنا شكرا. عن بعد أكيد. أهلا وسهلا فيك، منشوفك إن الله رد بلقاءات تانية كمان. شكرا مشاهدنا لك. شكرا لك. مشاهدنا بناخد فاصل صغير وبنرجع.